شاركت الدكتورة شيخ رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي في أعمال المنتدى العالمي للتعليم تحت شعار معا من أجل بناء تعليم أفضل وأكثر جرأة وقد اشارت الامين العام لمجلس التعليم العالي الى دور هذا المنتدى في ايجاد مجتمع تعليمي يسعى لمناقشه افضل السبل للبناء معا بشكل افضل واكثر جراه وكيفيه تحقيق مستقبل اكثر استدامه لمجتمعاتنا اذ اكدت الامين العام ان مجلس التعليم العالي يسعى من خلال استراتيجيته الوطنيه الى تطوير وبناء السلام بين الشعوب